السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا والمعذرة اليوم أخرنا الحلقة شوي. ناس سألوني عن يونس عليه السلام وعن بعض الأنبياء، والحقيقة بتكلم عن أصل البشرية باختصار شديد. حل هذه الأرض 3 أجناس من البشر، نحن آخر جنس نزلنا من الجنة، يعني لا يتعارض هذا مع القرآن. فالملائكة قالت تجعل فيها من يفسد فيها، الملائكة تعلم أن هناك من أفسد في الأرض وسفك الدماء. في بشر يسمون أركتس انقرضوا قبل 100,000 سنة وكانوا صاروا جمجمتهم صغيرة، وفي نوع من البشر الليندردالز هذولا قبل 25,000 سنة انقرضوا، استمروا حول 1,000,000 سنة وكانوا أكثر ذكاء وأكثر تكيفا وتعاشرنا معهم 20,000 سنة و30,000 سنة وانقرضوا وهم كانوا موجودين في وسط أوروبا في فلسطين. الجنس الأول من البشر كان موجود حول المغرب وفي أسبانيا وفي البرتغال. هذا الكلام لا تعارض، يعني فعلا ما ثبت إن جسم الإنسان سبحان الله في حاجة اسمها الميتوكندريا اللي تعطي الطاقة لا تأتي إلا من النساء، ولذلك أصل الميتوكندريا في كل البشر موجود الآن 7.5 مليار من امرأة واحدة يسمونها حواء على مستوى العالم. والواي آدمز موجود إن أصله رجل، ولكن عمر الميتوكندريا في بحث من البحوث إنه أقدم من عمر آدم بكثير، يعني إنها موجودة أو ما موجودة الآن لم يثبت هذا. إذن هذا أثبت ونسب كلام داروين أن البشرية مخلوقة من مخلوق واحد ولم تتطور، وأن في موجود أجناس من البشر. نسبة التلاقي بالدين بيننا ونحن الجنس الأول والجنس الثاني 99.7%، وهذا لا يتعارض مع الدين ولا يتعارض مع الإسلام. مشكلتنا في تفسير القرآن أننا نعتمد على سفر التكوير وكتب الإسرائيليات التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوها ولا تكذبوها، كانوا يعتمدون عليها في تفسير القرآن. وبناء على العلم الحديث ما شاء الله يثبت أشياء كثيرة جدا. على خط من هنا عينة ودفعت عليها 200 ريال 300 ريال أرسلتها لأمريكا قد تصل 1,000 ريال، يعطونك تكوين السلالة حقتك من هنا إلى آدم عليه السلام، وفين عاش أجدادك وأجداد أجدادك وأجداد أجدادك إلا أن تقوم الساعة. كل هذه الأشياء موجودة في العلم الحديث، ولذلك نقول العلم الحديث لا يتعارض مع القرآن ولا يتعارض مع السنة ولا يتعارض مع الحديث، لكن تفسيراتنا هي اللي سببت لنا هذا التعارض وعدم الفهم. وذلك يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الله العظيم في كتابه وفي التنزيل وكل ما هو حاصل يتوافق مع العلم ولا تعارض مع العلم. السلام عليكم.